المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية نشر على صفحته الرسمية فيديو بيتكلم عن خطة مصر الطموحة للتحول لمركز لوجستي وتجاري عالمي، وده من خلال مشروعات عملاقة. المشروعات دي بتشمل إنشاء ممرات لوجستية بتربط ما بين البحرين الأحمر والمتوسط وتشييد الموانئ المتطورة لزيادة التنافسية وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها، بما طبعا يحقق زيادة الدخل القومي لسيما بالعملات الأجنبية. الموانئ بوابات الدول على العالم الخارجي وأهم العوامل التي تسهم في تسهيل النقل البحري وتحسين عمليات التجارة الدولية، ولأهميتها الاقتصادية حرصت الدول على بناء الموانئ وتحديثها لتحظى بفرص اقتصادية أكبر. ومن هذا المنطلق حرصت القيادة السياسية على تطوير وتحديث وزيادة عدد الموانئ المصرية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للتجارة الدولية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وجعلها مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات. عايزين نعمل شبكة موانئ تليق بدولة تستطيع أن تقوم بمهام لوجستي في منطقتها اللي هي بتتميز موقعها الجغرافي، من أجل بناء قدرة وانطباع لدولة قادرة على تلبية متطلبات التجارة العالمية. ووفق خطة محكمة قامت وزارة النقل بوضع خطة لتطوير منظومة الموانئ واللوجستيات ترتكز على عدد من المحاور، منها المحور الأول ويتمثل في خلق ممرات لوجستية تنموية متكاملة. وكان من أهم العناصر التي ترتكز عليها تلك الممرات هي الموانئ الحديثة المتطورة، فقامت وزارة النقل بإنشاء وتطوير أرصفة جديدة بإجمالي أطوال بلغ 65 كيلو مترا وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا، وأهمها على البحر الأحمر موانئ برميز سفاجة السخنة الأدبية نويبع، وعلى البحر المتوسط موانئ العريش بورسعيد دمياط أبو قير الإسكندرية جرجوب، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر. وحرصت وزارة النقل على الاستفادة بالخبرات العالمية في مجال اللوجستيات عبر تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية. أما المحور الثاني فيتمثل في استعادة قوة أسطول النقل البحري المصري لخدمة أهداف الدولة التصديرية وتأمين الواردات الاستراتيجية، حيث تم انضمام السفينة وادي الملوك لأسطول شركة الملاحة الوطنية والتعاقد على سفينتين متعددتي الأغراض مع شركة الترسانة الكورية الجنوبية لصالح شركة القاهرة للعبارات، بالإضافة إلى تطوير ودعم أسطول شركة الجسر العربي للملاحة بانضمام سفينة جديدة. وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية قامت وزارة النقل بتنفيذ خطة إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، فتم التخطيط لإنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة 55-62 بميناء الإسكندرية، والتي تعتبر مشروعا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لمصر في قطاع النقل البحري واللوجستيات. وتم وضع عدة معايير وأسس لاختيار مشغل عالمي متخصص، حيث فازت شركة الخطوط الملاحية الفرنسية CMA CGM، والتي قامت بعمل شراكة مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. وتم تأسيس شركة تحيا مصر TMT لإدارة وتشغيل المحطة، وقد تم تنفيذ المحطة وفقا لأحدث المواصفات الفنية العالمية، حيث زودت المحطة بأربعة أوناش رصيف عملاقة تناظر المستخدم بالمحطات العالمية الذكية الخضراء. وتستطيع هذه الأوناش التعامل مع سفن بطول 400 متر
بحمولة تصل إلى 24 ألف حاوية مكافئة، وتعمل جميع معدات المحطة باستخدام الطاقة الكهربائية النظيفة وبنظام آلي في شحن وتفريغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع. وتبلغ أطوال أرصفة المحطة حوالي 2530 متراً، مما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة والتي يصل غاطسها إلى 17 متراً ونصف. وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع، قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً. وستوفر المحطة حوالي 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. كل هذا الإنجاز تم تنفيذه برأس مال مصري وبأياد مصرية. ولمواكبة الطلب المتزايد بنشاط الغلال والأخشاب، تم إنشاء رصيف 85 على 3 بطول 433 متراً وبعمق 15 متراً ونصف وبمساحة تخزينية تبلغ 35 ألف متر مربع. ويستطيع هذا الرصيف أن يستقبل سفناً بحمولة حتى 70 ألف طن. وفي ميناء دمياط تم إنشاء وتطوير حواجز الأمواج الشرقي والغربي بهدف خفض نفقات الصيانة وتقليل معدلات الإطماء وإنشاء محطة جديدة خلف الحاجز الغربي. وفي إطار اهتمام الدولة بتنفيذ الممرات اللوجستية المتكاملة والموانئ الجافة، قامت الدولة بإنشاء ميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان. ويخدم الميناء المناطق الصناعية بمصر، حيث يتصل بشبكة سكة حديد مصر، وتصل الطاقة الاستيعابية للميناء حوالي 720 حاوية في اليوم. ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية، وقد تحصل على جائزة IG Global كأفضل مشروع ببرنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويوفر الميناء 500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة. كما حرصت الدولة على الاهتمام بالموانئ البرية، حيث تم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدانا وفق أحدث النظم العالمية. وسيساهم هذا الميناء في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع دولة ليبيا الشقيقة. جهد فائق ما كان ليتم على هذا النحو المثالي دون رؤية مستقبلية لقيادة سياسية أبت إلا أن تلبي تطلعات الشعب المصري في تحسين منظومة النقل ووضع اسم مصر على خريطة التجارة العالمية عبر تطوير البنية التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن وتعزيز النمو الاقتصادي للوطن.